انا فرحان بجد والله. خد يلا تعالى هنا. عايز ايه؟ انت لازم تفهم اللي بيحصل ده مجرد مشهد في حياتك. انا شفت الفرحه وانت بتلف. دودو ايه شعرك الكيرلي ده يجنن قوي. انت عارف انا حاسس بنغزه هنا. يلا بجد انا حاسس ان انا ميت. شعري كيرلي. انت عارف انا باخد وقت قد ايه عشان اعمل شعري زيك؟ قد ايه؟ 10 ساعات وبرده بيفك. ليه يا ست هتعملي قلب مفتوح؟ 10 ساعات عشان توصلي للنتيجه دي يا حبيبتي لازم. أيوة. لازم 10 سنين بدون استحمام يا قلبي. طب ما العفانه هي اللي طلعت بتجيب نتيجه ما انت عفن منه. ايوه حضرتك انا عمري ما استحميت. انا اسمع على الصابونه. ممكن اشترك ولا هي شايفاه هو بس؟ سبحان الله. توعديني ما تستحميش تاني؟ اوعدك يا دودو مش هستحمى تاني خلاص. العلاقه المعفنه دي. لا انا عرفت يلا ده ايه. يلا ده إيه؟ مقلب. ده برنامج رامز. ايوه صدقني برنامج رامز حول الكشك. ايوه صح صح. ايوه هو رامز دايما يطلع مع حيوانات غريبه. صح. شوكولاتة. انا بحب اصحابي. ايوه هو باشا. ايه في حاجة غلط في العلاقة دي؟ اه والله. اللهم إذا كان هذا سحرا فأبطله. والله أحلى دعوة. سحرا أبطله. طبيعي يا حبيبي طبيعي. دودو أنت حاطط صورة مهند ليه؟ على فكرة أنت أحلى منه بكتير. بخاف من الحسد مش عارف. هقول ألفاظ مش قادر أمسك نفسي بجد. أكتر حد شفته ماسك الشخصية مصدق نفسه قوي. وفرحان. لا خاف من الحسد. طبعا يا حبيبي أنا دودو. عارف يا دودو؟ أوه. انا طول عمري عايشه في يوروب. فين؟ مش يوروب. ايوه كملي يا قلبي كملي. بشوف ناس كتير قوي شعرهم اصفر وعينيهم خضرا. ايه القرف؟ حاجه تزهق. قرف. ايوه عينيهم صفرا. انا عرفت المشكله دي. ما بتشوفش اسمع مني. واضح. لو سمحتي دول كام؟ 7 7 شايفاهم حاجه ساعه. باين انها عبيطه يعني. شوفش. معلش معلش كملي. عارف عارف يا دودو زي ايه؟ زي ما تبقى بتاكل دونت. ايوه بالظبط. انت لقيتي دوده في الدونتس كلت الدوده ورميتي الدونتس صح؟ دوده؟ لا طبعا. لما بيجي لك دونتس مش بيجي لك شوجر راش. ايوه انا لعيب بقى في شوجر راش 1 و2 و3. تعالي لي من غير شاحن ونقابل بعض. يلا شوجر راش دي اللي هيبعد عنك غيبوبه السكر ما عندها مش شايفه. يعني هي شايفاه انسولين. ربنا يشفيكي. ما هنصرفهولك كل شهر. لا 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 لما بيجي لك شوجر راش بتحس بايه؟ بتحس ان انت نفسك في بصلايه مخلله. انا البصلايه المخلله. انا بصلايه. انت وحضرتك مش نفسك في زيتونه كلمطاطه؟ طب برطمان لفت. طيب لا 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 البصل اطعم بكتير. نعمل ايه؟ لا دي معفنه بقى. دي مش شايفه غيره. دي حلفه عليه مترجطه العفانه.